استخدمت روسيا حق النقد فيتو في مجلس الأمن عند ضد مشروع قرار بريطاني دعمته الولايات المتحدة وفرنسا يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن. يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه المجلس بالإجماع قرارا اكتفى بتجديد الحظر من دون الإشارة إلى إيران. بين مطرقة الحرب وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية من ترد يتعدى وصفها بالمأساة وسندان القرارات الدولية التي تحكمها لغة المصالح، يعيش اليمن واقعا ليس بسعيد. داخل مجلس الأمن الدولي استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني دعمته الولايات المتحدة وفرنسا يقضي بتجديد حظر نقل السلاح لليمن، مع التنديد بتقاعس إيران عن منع وصول أسلحتها إلى الحوثيين. ويعد الفيتو الروسي إفشالا لجهود الولايات المتحدة التي تضغط منذ شهور لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة، وهددت في نفس الوقت بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية. لا يمكن لروسيا أن تؤيد مشروع القرار الذي اقترحه زملاؤنا البريطانيون لتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن بشأن العقوبات المفروضة على اليمن، ومع ذلك نود أن لا يكون هناك سوء فهم في هذا الصدد، ونحن نؤيد تأييدا تاما غالبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، ومع ذلك لا يمكن أن نتفق مع الاستنتاجات والأدلة غير المؤكدة التي تتطلب التحقق والمناقشات داخل لجنة العقوبات. في المقابل وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن تمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران. وبين صراع القرارات داخل المنظمات الدولية وتبادل الأدوار والاتهامات بين القوى المؤثرة في المشهد، يعيش اليمنيون أوضاعا إنسانية صعبة في بلد أضرت به الحرب ومزقت كل أواصر الترابط بين الشعب الواحد، ليدفع اليمنيون وحدهم بمختلف توجهاتهم فاتورة الحرب دون غيرهم.